حول مرة أخرى إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. Recently, I pray that all the injured will recover at the earliest. In this difficult time, the entire world, the entire international community stands with Morocco, and we are ready to send them the best possible assistance. Your Highnesses, Excellencies, India as President of العشرين الهند كرئيس لجي 20 ترحب بكل الحضور والضيوف. على بعد بعض الكيلومترات من مكان اجتماعنا اليوم يقف أحد الركائز الرئيسية على ارتفاع 2500، وعلى هذه الركيزة مكتوب من قبل إيفن لوكسا هيفا موكيتي أتا يام ناتي سو هيفا، وهذا يعني لتتحقق السعادة والرفاهية للبشر في كل الأوقات. منذ 2500 عام كتبت هذه الجملة، منذ 2500 عام أرسلت الهند هذه الرسالة للعالم، لذا تذكروا هذه الرسالة ودعونا الآن نبدأ قمة مجموعة العشرين. في هذه الفترة وفي القرن الحادي والعشرين حان الوقت كي نعطي العالم بأكمله اتجاها جديدا. فهذا هو الوقت الذي نواجه فيه الكثير من التحديات التي تحتاج حلولا جديدة من جانبنا، لذا نحن نتبع نهج قائم على الإنسان لكي نتولى مسؤولياتنا ونتحرك قدما. الأصدقاء، بعد جائحة كوفيد-19 يمر العالم الآن بأزمة ضخمة، وهذه الأزمة هي غياب الثقة والحروب التي عمقت من فقدان الثقة. إذا كنا نستطيع التغلب على كوفيد-19 فإننا عندئذ أثبتنا أننا نستطيع التغلب على الاختلافات وغياب الثقة. وكرئيس لمجموعة العشرين الهند، water security. We have to move. والأمن المائي، لذلك علينا أن نتبنى حلولا ملموسة لهذه التحديات، ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة. الأصدقاء، رئاسة الهند لمجموعة العشرين أصبحت رمزا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معا.
في الهند. أصبحت هذه القمة لمجموعة العشرين هي مجموعة العشرين للشعوب. هناك تقريبا 200 اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد وفي تقريبا 60 مدينة هندية. لذلك قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، وأنا واثقة من أننا لدينا إجماع على هذا المقترح، بموافقتكم قبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي لكي يتقدم ليجلس في مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين. تفضل بالجلوس من فضلك.